الترشح وتسيير الجمعيات الرياضيه عنده شروط ديالو وعنده قوانين وعنده ضوابط ديالو اللي كتحددها. كتكون مغربي ياك وبالغ واحد السن معين، مغربي، انت مغربي تسير جمعيه مغربيه، ما فيهاش واش كاين شي واحد عنده ورقه وبطاقته فيها درجاوي وهذا ودادي، لا، هادو مغاربه ولكن عندهم الوان وعندهم فرق كيحبوها. ولكن لكي تكون مسيرا قويا ينبغي ان تكون محبا. المسيرون الذين نجحوا في تدبير شؤون المؤسسات الرياضيه هم يحبون، من عهد حاجي بن عباطجي في الرجاء اول رئيس والناس اللي سيروا معاه، واول يعني الحاج محمد بن جلون شوكولا في الوداد، هادو ناس كانوا كيحبوا الفرق ديالهم، وعندما دخلوا التسيير دخلوا ذاك المحب كيعطي كل شيء ما كيتحاسبش. اليوم الخطاب ديال عزيز البدراوي تيقول على انه مستعد وعلى انه جابته المحبه وجابته الرغبه وجا ببرنامج وجاب بمشاريع تخدم الرجاء، وقال على انه غادي يحاول يوفر السيوله الماليه حتى الملعب اللي كيدخل اليه لاول مره وفي حاجه الى مجموعه ديال الامور. كاين لاعبين اللي هما اون فان دو كونترا غادي يحاول ثاني باش يتعامل معاهم. المصالحه مع جميع الاطياف ديال الاعلام، وما الرجاء تكون بدون خلافات بدون صراعات، لا في الداخل كرجاء مع الرجاويين ولا في المحيط ديالها، لان لا يمكن ان تعيش الرجاء معزوله على المحيط ديالها. الرجاء علمتنا على انها نادي كبير، كما علمتنا الوداد انها نادي ومؤسسه كبيره، وهذه المؤسسات الكبيره انا عجبني من اللي قال لك ما كاينش خلاف ما بين الرجاء وما بين الوداد، لا يمكن ان يختلف، هادو يتدافعون، الرجاء والوداد يتدافعان حاليا، ومن اجل خلق قوه الحاضر والمستقبل في الرياضه الوطنيه، ونتمنوا له التوفيق. بالنسبه لهذه المرحله احنا دابا باقين امام رئيس مرشح للرئاسه، راه مازال ما نقدروا نقولوا هذا الكلام كامل، وفي الاخر يخرج واحد اخر ويقدر يدخل الانتخابات او ان هذا الرئيس نيت يطلع ليه الدم ويمشي في حاله. اذا هذا رئيس مشروع، رئيس مشروع نتكلموا عليه كمشروع رئيس، مشروع رئيس جاب مشروع لإعادة هيكلة الرجاء، لإنقاذ الرجاء، شيء مهم جدا، ولكن الأهم من ذلك هو أن هذا الشيء اللي قالوا كله مزيان، كلام جميل يعني خطة، ولكن كتبقى النتائج اللي في أرضية الملعب هي اللي كتحدد لك العمر ديال الرئيس. كتحدد أولا العمر ديال المدرب، هو الأول كتبدا بالمدرب، راه إلا ما طلعتش الفرقة البوديوم ديال التتويج كيبداو بالمدرب، كيتبعوه بعض اللاعبين، كيجي الرئيس. وحنا اللي شفنا الرجاء راه غتلقاها من اكثر الفرق تغييرا للرؤساء في الست سنوات الاخيره او سبع سنوات الاخيره، يعني كاين تغييرات، الرئيس 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 يمشي. اذا شكون اللي كيجيب الرئيس؟ كيجيبوه المنخرطين. المنخرطين واش المنخرطين غادي يتعاملوا مع هذا الرئيس بما يتطلبه الوضع؟ واش غادي يصبروا عليه؟ واش غادي يخليه يطبق هذاك الشيء؟ هذا سؤال مطروح، لان كثير من المنخرطين اللي كانوا ايدوا الرئيس السابق هما الاولين اللي طالبوا باقالته قبل ان يتم برنامجه اللي قدموا للرجاويين. ما اتمنى هو ان يعيش الرجاء استقرارا على المستوى الاداري، استقرار على المستوى التقني، وهذا غادي يعطي استقرار على مستوى النتائج ان شاء الله. عزيز البدراوي، من وجهه نظري ومن وجهه نظر الجميع، ما يختلفش معي الجميع في هذه وجهه النظر، هو ان عزيز البدراوي هو رجل المرحله، هو الرجل القادر على اعاده توهج النادي، هو الرجل اللي غادي يرجع المكانه الصحيحه والحقيقيه ديال نادي الرجاء الرياضي. بخصوص الندوه الصحفيه، كانت ندوة صحفية من الطراز العالي. لماذا؟ لأن مجموعة من التساؤلات كانت مبهمة وكان خاص الإجابة عنها. اليوم عزيز البدراوي قدم أجوبة شافية وكافية، تحدث عن الشق المالي، تحدث عن انتدابات، بأن غادي تكون انتدابات في المستوى العالي التي تليق بنادي الرجاء الرياضي. وضح مجموعة من الأمور وأهمها هي الكلمة ديال الكرارس، هو أكد بأن ما قالش على اللاعبين ديال النادي الحاليين
وانما هو تعبير مجازي، لان اللاعبين اللي غادي يحملوا القميص ديال نادي الرجاء الرياضي خاص يكون لاعبين من طراز عالي اللي عندهم غيره على النادي، اللي غادي يقدموا اضافه كبيره للنادي. من ناحيه الشكل ديال الندوه الصحفيه، فان الحضور ديال الاعلاميين والصحفيين بكم هائل، هذا دليل على شعبيه نادي الرجاء الرياضي، دليل على ان نادي الرجاء الرياضي عنده مكانه كبيره وسط الراي العام، ليس العربي فقط وانما الدولي، الكل يريد معرفه الاخبار ديال النادي. وما حدث داخل الندوه يجب ان نتحدث عنه، وان عزيز البدراوي رجل تواصل بامتياز. لماذا؟ لأنه أوقف الندوة الصحفية وقال لهم أن الصحفيين خاص يدخلوا كاملين، وتدخل هو شخصيا باش أن جميع الصحفيين يدخلوا الندوة الصحفية وتكون المعلومة في من حق الجميع، والجميع يتوصل بالمعلومة جميع المنابر اللي كانت حاضرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.